مرحبا وتحية صباحية لكل مستمعين الأوفياء وخاصة اللي عاد التحقوا بنا اللحظة. غادي نمشيو مباشرة لشيوات للمولاتي عند المستمعة هاجر أم التوأم، وغادي نتعرفوا على شيوات صيفية اللي غادي توجد للمستمعات اليوم. صباح الخير هاجر. صباح النور سي سناء، لاباس عليك؟ على خير، كسمحتي مزيان؟ الحمد لله. الحمد لله، الله يبارك فيك، كل شيء على خير، بارك الله فيك. مرحبا. بارك الله فيك. نبدأ إن شاء الله. إيه إن شاء الله لبركة الله. ندير واحد تاكوس اقتصادي. واخا إيه، كيفاش نحضر تاكوس في الدار؟ مزيان دابا مع الصيف. بالنسبة للعجين عندنا 500 غرام ديال الفورس مع شوية ديال الملح، واحد المعلقة ديال السكر سميدة، واحد كيس ديال خميرة الحلوى، ونص كاس ديال الزيت نباتية، والمدافئ اللي غنجمعو به العجين. كنضع هاد المكونات كاملة في واحد البول، وكنخلطو مزيان، كنجمعو العجينة ما تكونش مرخوفة، ما تكونش ثاني قاطحة من بين وبين. صافي، من بعد كندلكو جيدا وكنخليه يرتاح تقريبا واحد 15 دقيقة. ومن بعد كنشكلوه كويرات صغارين وكنخليه تاني يرتاح واحد 10 ديال الدقائق. صافي، وكنبدا كنورقو، كنديرو على شكل دائري، وديك الكويره تكون ملي نورقها نسرحها رقيقه. اييه فعلا، باش يجي رقيقه. صافي، من بعد كنوضعو في المقله، غير المقله العاديه الثقيله ديال المسمن. كنوضعو غير كيبانو ليا واحد الفقاعات، صافي كنقلبو، ما نخليوش يتحمر ويقصاح. واخا. صافي، كنقلبو على الجهه الاخرى ثاني، غير شويه ثاني كيتصهد. صافي، وكنحيدو. اييه، كنبقى هكا حتى كنكمل نطيبو كاملين اللي عندي. ومنين نطيبو نديرو في واحد المنديل ونديرو في بلاستيكه باش يرجع لي داك السهل ويبقى لينا رطب ما يقصاحش. واخا. صافي، بالنسبه للحشوه خديت واحد 500 غرام ديال الصدر ديال البيبي او الصدر ديال الدجاج اللي متوفر عندنا، مع واحد العصير ديال نص حامضه، وشويه ديال الملح، شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم، وشويه ديال سكينجبير، وشويه ديال التحميره. واحد المعلقه ديال صلصه الصوجي اللي كانت متوفره، ما كانش ماشي ضروري. واحد جوج المعالق ديال ياغورت مسوس باش كيهشش لينا هذا الصدر ديال البيبي. صافي، شويه ديال القزبر والمعدنوس. كنخلط هادشي من غير القزبر والمعدنوس، كنخلط هادشي كامل مزيان، وكنخليه تقريبا واحد 5 حتى 10 ديال الدقائق غير على ما تشرب ديك العطريه. من بعد كناخذ واحد المقيله كنوضع فيها الزيت، كنوضع فيها واحد البصله كبيره مشلطه، وكنوضع هاد الصدر ديال الديك الرومي. صافي، كنخلطو، كنبقى نحركو مزيان حتى كيطيب داك الصدر ديال البيبي مع البصله، كنزيد شويه ديال القزبر والمعدنوس. صافي، كنزولو من فوق النار. كناخذ ديك الوحده ديال الخبز ديال الطاكوس، الخبز ديال الطورتيلا، كندهنها بالصلصه. بالنسبه للصلصه فيها غير تقريبا واحد جوج المعلقات ديال المايونيز، وجوج المعلقات ديال الكيتشوب، وشويه ديال البزار، وصلصه حاره الا كانت هي اختياريه فعلا. صافي، وكنخلط داكشي مزيان. كندهن داك الخبز ديال الطورتيلا بالصلصه، وكنوضع من الفوق ديك الحشوه، وكنوضع يعني البطاطا مقليه. كنكونو ديجا قالينها، كنوضعها هي من الفوق، وكنوضع الجبن ديال الساندويش اولا الجبن ديال الموزاريلا. صافي، وكنسدو عادي، وكنوضعو في الاله ديال البانيني. اييه، اش كيتحمر؟ اييه الله يعطيك الصحه. كيتحمر، كنقدمو يعني كنقدمو هكا مع السلطه، ولا مع يعني هكا شي الفريت ولا اللي كان. ولا بوتيتوس كيف قلتي، انواع البطاطا. وفعلا كيجي ساهل في الدار، وكيجي بصراحه بنين بزاف على ديال الزنقه صراحه. يعني تاكوس هكا مصيب في الدار، والله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. هذه بالنسبه كيفاش نصيبوا الخبز ديال التاكوس، وكذلك الحشوه، وكتبقى عاوتاني الحشوه اختياريه، كل واحد اشنو كيبغي يزيد كاضافات او ينقص يعني في المواد. نمشيو لاقتراح اخر. اييه، بالنسبه لذاك الخبز ديال الطورتيلا يعني الا بقى ليهم غير يديروه في البلاستيك او يديروه في المجمد، كيجبدو حتى كيديكونجلو ويعاودو معمرو بيه، ما كيطرى لي حتى شي حاجه. يحتفظو بيه. واخا. ندير واحد الدجال معمر. واخا. كان الدجال والفلفله والقرعه الخضراء.
يعني هادو اللي بغاو ياخذوا فيهم كلشي هادو كيتعمروا كيجيو زوينين. واخا ناخذوا الدجاج كنقسموه كنحيدوا اللي بغا داك الطريبيش اللي كيكون الفوق وكنقسموه على جوج من الطول وكنخويوه من الوسط كنحيدوا ليه داك القلب ديالو. والقرعه حتى هي نفس الشكل القرعه الخضراء تكون شويه كبيره. كنحيدوا ليها حتى هي داك القلب ديالها والفلفله الفلفله الحمراء والخضراء ديك هذيك الدايره. صافي كندهنوه بشويه كنرش عليه شويه الملح وشويه البزار واحد القطيرات ديال زيت الروميه او زيت العود. وكندخلوه الفران يكون شويه مسخن تقريبا واحد 15 دقيقه. وكنخرجوه. كان بالنسبه للحشوه اللي تنعمروا بها تناخذوا داك القلب اللي حيدنا ديال الدنجال وديال القرعه الخضراء تنقطعوه طريفات صغارين. وكنزيدوا يا اما الكفته ديال السرديل او لا الكفته ديال البيبي او لا يعني اللي على حسب المتوفر. وكنديروا ناخذوا مقيله كنوضعوا فيها الزيت كنديروا بصله مشلضه حتى كتشحر شويه من بعد كنضيفوا داك الدنجال القلب ديال الدنجال وديال القرعه الخضراء كنخليهم يتشحروا مزيان وتنضيفوا التوابل. بالنسبه للتوابل تنديروا الملحه تنديروا شويه ديال البزار وشويه ديال التحميره شويه ديال الخرقوم وشويه ديال الكمون. صافي تنخلطوا هادشي مزيان تنضيفوا الكفته ديال السرديل هي دغيا تطيب. صافي كنشحروهم وكنوضع شويه ديال القزبر المعدنوس وتنطفي عليه تنزولهم فوق النار. صافي ملي تدوز ديك 15 دقيقه وكيكونوا كتكون ديك الفلفله ودي دبالوا لينا يعني طابوا كنخرجهم وتنعمرهم بهاد الحشوه هادي من الوسط وتنوضع الفرماج حمر غابي يعني محكوك من الفوق وتندخلوا الفران تقريبا غير واحد 15 ديال الدقائق صافي وتنخرجوه. تنقدموه مع الكفته ديال السرديل مع كيجي كمخبر وفي نفس الوقت كيكمل الطبق. عندك الحق سواء درنا مشاوي ولا ستيك دجاج ولا لحم ولا اللي كان هكا كيجي الدنجال معمر مرافق ولا كيف قلتي يا اما نديروا القرعه الخضراء ولا الدنجال ولا الفلفله ياك. اي بتاتا كيجيو مزيان هادو هما اللي اي فعلا هادو هما اللي كيتعمروا كيجيو مزيان. وعندي واحد واحد لي ميني نافيت اولا ميني ساندويش. اييه هادوك تا هما شفت الصوره ديالهم فعلا كيجيو زوينين وحتى داك الخبز والله الا كيجي جا بحال هادوك الخبيزات هامبورغر اللي كيتباعوا يعني بالثمن اللي كيتباعوا هكا 6 ولا 8 في الباكيه الله يعطيك الصحه. خلاص ملي رشيتي من دوك الزرارع. كنديروا واحد 400 غرام ديال الدقيق الابيض الفورش و 100 غرام ديال دقيق الفينو. كنديروا شويه ديال الملحه وواحد المعلقه ديال السكر سنيده. واحد ربع كاس ديال زيت نباتيه. واحد الياغورت نصوص هذاك الياغورت غنحيدو منه جوج المعالق. وكن صافي كنجمعوا هادشي واحد المعلقه ديال الزبده وكنجمعوا هادشي بالماء دافي. صافي كنجمعوا كنقلكو جيدا والخميره بطبيعه الحال شويه ديال الخميره ديال الخبز. صافي كنجمع هادشي بالماء دافي وكنقلكو جيدا ومره مره ترش لي واحد شويه ديال الماء دافي اولا نقدروا نجمعوه حتى بالحليب يعني اللي متوفر عندنا. كنبقى كندلكو ومره مره ترش لي واحد القطيرات ديال الماء وتنرخصو باش كتولي لنا ديك العجينه لينه ومدلوكه مزيان. صافي كنغطيها تنخليها حتى كيتضاعف الحجم ديالها من بعد ما كيتضاعف الحجم ديالها تنقسمها هكا الكويرات وتنحاول نديرهم يعني على شكل اوفال. نديرهم هكا شويه طوالين القريصات يكونوا غير صغير ونحتاج هما كيجيو غير صغار. صافي وكنوضعهم في الصفيحه اللي غادي يدخل الفرن كنخليهم تقريبا واحد 10 حتى 15 دقيقه حتى كيخمروا من بعد كناخذ دوك جوج المعالق ديال الياغورت الطبيعي اللي الاول كنضيف ليه جوج ديال صفار البيض وتنخلط داكشي مزيان وواحد القطره ديال الخل وتندهن به الوجه ديالهم. داك الياغورت مسوس تيخلي لينا الوجه ديال هذا تيجي داك الوجه كيبري في واحد اللون زوين. صافي وتنرشو بالزرارع الزنجلان بياض والبافو زريع الكتان وخرطال هذوك اللي كيكونوا مخلطين كيتباعوا اولا يعني اللي متوفر عندنا الزنجلان بياض ديال البافو يعني اللي كاين.
فعلا صافي وندخلو للفران حتى كيطيب، ما كياخدش لنا وقت بزاف، تقريبا واحد 15-20 دقيقة تيطيبو صافي. وتنخرجهم تنخليهم جانبا وتندوز باش نحضر الحشوة. بالنسبة للحشوة كناخد واحد المقيلة تنوضع فيها شوية ديال الزيت وتندير واحد البصلة كبيرة مشلضة كنخليها حتى كتشحر شوية، وتنضيف الفلفلة ثلاث الألوان الحمراء والخضراء وتندير صدر ديال الديك الرومي أو الكفتة يعني على حسب المتوفر صافي. وتنخليها هادشي يتشحر، كنزيد العطرية، كندير شوية ديال الملحة، شوية ديال البزار، وشوية ديال السكينجبير، شوية ديال الخرقوم، وشوية ديال التحميرة صافي. تنحرك هادشي مزيان، تنخليه حتى كي يعني حتى كيتشحر وكيطيب، كنضيفو الزيتون مقطع وشوية ديال القزبر المعدنوس صافي، وتنطفي عليه البوطة. كناخد هاد الميني ساندويش تنحلهم بالموس، وتنضيف الخص، تندير الخص فيهم ورقة ديال الخص، وكنوضع من الفوق الحشوة وتنوضع النص ديال الجبن ديال الساندويش، غير النص ديالو حيتاش هما كيكونوا غير صغار صافي. وتناخد الكيغدون تنوضع فيه، ندير فيه واحد زيتونة، وتندير فيه الفرماج حمر او لا الفرماج ديال الساندويش، كنقطعوه هكايا على شكل وريضة ولا على شكل ولا غير هكا مربع وتندير واحد طريف ديال الكاشير صافي. وتندير داك الكيغدون في هاد الميني نافيت وتنقدمهم هكا، كيجيو غزالين الله يعطيك الصحة، فعلا كيجيو زوينين. نتمنى أن الأمهات يكونوا سجلوا معنا المقادير والطريقة ووجدوهم لوليداتهم هكا هادو مزيانين، سواء في الكوت ولا هكا يديهم لابيسي الوليدات ولا البحر. الله يعطيك الصحة. لا هو ولا هاد التاكوس يعني تيعجب الوليدات وندخلوا فيه هكا خضيرة وداك الشيء، يعني حتى حاجة ما كتبان وكيجي بالعكس لذيذ. استغلوا ديك الفرصة لأنه دابا الوليدات اللي تيكونوا في لابيسي ولا البحر أي حاجة عطيتيها لهم واخا ما تياكلوهاش يعني تخشيها في الخبز يعني تياكلوها، لأنه تيكونوا لعبوا بزاف وجاهم الجوع، فنستغلوا الفرصة ونديروا حويجات اللي غادي يتكالوا واللي صحيين. صح. عندي واحد المسمن، مسمن معمر بالكاوكاو كيجي على شكل بسيط لاص. كناخذو بالنسبة للعجين كندير واحد جوج زلافات ديال الدقيق الأبيض. مع واحد زلافة ديال الفينو أو لا دقيق الأصفر. وكندير شوية ديال الملحة. واحد المعلقه ديال السكر سنيده وواحد الكيس ديال السكر منسم بالفاني وكندير واحد القبيصه ديال الخميره ما نكثرش غير شويه وواحد الكيس ديال خميره الحلوى ديال 8 غرام صافي. تنجمع هادشي بالمدافي كندلكو مزيان، ومره مره تنرش ليه قطيره ديال الماء وتنرخصو صافي. من بعد كنخليه تقريبا واحد 15 دقيقة يرتاح، وكنديرو من بعد ما كيرتاح كنشكلو قريصات صغارين كنخليهم ثاني يرتاحوا واحد 10 ديال الدقائق، وكنسرحهم عادي بحال غادي ندير المسمن. كنسرحهم كندهنهم بالزبدة، ما كنرش لا فينو لا حتى شي حاجة، كندهنهم غير بالزبدة وكنثنيهم على شكل مربع صافي. وكنخليهم جانبا وكندوز باش نحضر الحشوه اللي غنعمر بها. كناخذوا يا الكاوكاو يا اللوز، يعني اللي بغات السيده كناخذ الكاوكاو، ما كنطحنوش مزيان، ما كنطحنوش يعني التنيله، كنخليه شويه مهرمش وتنضيف لي واحد المعلقه ديال الزبده. بالنسبه للكاوكاو نديرو تقريبا واحد الكاس ونص تقريبا حتى لجوج كيسان ديال الكاوكاو. كنضيف لي واحد المعلقة ديال الزبدة تكون مذوبة، وكندير واحد القبيصة ديال الملحة ومعلقة حتى لجوج المعالق ديال السكر سنيدة على حسب الذوق صافي. وكنجمع بالمزهر اللي متوفرة عندها المسكة الحرة مع دقها مع واحد المعلقة ديال السكر سنيدة. أنا ما درتهاش، ماشي ضرورية صافي. وكنجمع هادشي بالمزهر، كنجمعو بالمزهر صافي. كناخذ ديك الكويره الاولى اللي ربعتها على شكل مسمنه، كنبسطها واحد شويه، وكنوضع الحشوه ديال الكاوكاو من الوسط، وكنجمعها على شكل كموسه صافي. كيجينا الشكل ديالها دائري
كنوضعها في الصفيحه اللي غادي يدخل الفرن، وكن ملي كنبغي ندخلها من الصغر كن يعني نبرك عليهم واحد شويه كنضغط عليهم شويه تبسطوا شويه واخا وكندهنهم بالصفار ديال البيض يا مع ياغوت مسوس اولا مع الحليب اولا ماشي مشكل، يعني ندخلهم غير هكاك نديروا لهم غير الزبده من الفوق وندخلهم هكاك يطيبوا صافي العافيه تكون مهيله باش كيجيونا مورقين. صافي منين نخرجوهم كندهنوهم بالعسل اولا بالمربى وكنرشوا عليهم الكركم هرمش من الفوق. فعلا كيجيو زوينين وكيجيو بحال يعني بورقات البسطيله. الله يعطيك الصحه بارك الله عليك. عندي واحد دواء زيتي ب اي قلتي لنا بلا مرشم بلا طابع ياك بلا طابع علاقه. كناخذ ربعه ديال الزبده، الزبده مارغارين مع واحد جوج الكيسان ديال السكر سنيده، كنخدمهم هاد الزبده مع السكر كنخدمهم مزيان، كنضيف ليهم جوج الكيسان ديال الزيت ثاني كنخدمهم. بالنسبه للحل يعني الحلوه دائما نخدموها في الاول مزيان حتى تولي على شكل بوماط واخا، باش ملي كنضيف وليها الدقيق ما كيبقاش لينا دوك الكويرات ديال الزبده وداك الشيء. اييه مزيان تخدمينها مزيان. كنضيف الزيت ثاني كنخدمها مزيان، وكنضيف واحد جوج ديال البيضات يكونوا كبار صافي. وكن من بعد ما كنخدمهم كن ديما ملي نضيف البيض نضيف واحد الكيس ديال السكر فاني، وكنضيف كاس ديال الكوك يكون محمر ومطحون وواحد الفلون ديال الفاني. إيه؟ هذا غير اختياري يعني ماشي ضروري. صافي وكن يعني ملي كنخدمهم مزيان كنضيف الدقيق، كنبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه، ومني نبدا نضيف الدقيق نضيف قشره ديال الحامضه اولا قشره ديال الليمونه. اييه ديما نضيف شويه الاخر باش كيبقى باش كتبقى البنه ديالها. صافي وكنضيف واحد الكيس ديال خميره الحلوه وحده، هاد الحلوه كتجي مرمله الا بغيناها تجي هشيشه نضيفو جوج اكياس ديال الخميره. اييه واخا مزيان. صافي وكنجمعوها بالدقيق تقريبا كتهز لينا 800 900 غرام ديال الدقيق يعني على حساب. صافي كنجمعوها بالدقيق وكنبداو نكوروها. كناخذ كويره كناخذ الغلاقه اي غلاقه عندنا ديال شي قرعه او اللي كان. اييه كنجي يعني في القناص في القنص كنضغط المره الاولى وكنجي حداها يعني فوق من هذيك فوق من ديك السميته اللي ضغطت كنجي النص ديالها وكنعاود نضغط عاوتاني واحده اخرى باش كتجيب كتجيب بحال غادي توصلهم الفكره ولا لا. اييه كتجي بحال دائره حدا دائرين في داك التزيين ديالها. كتجي المهم انا كنحسبهم كيجيوني سبعه ديال الدوائر ديك الدوره كامله ديال الحلوه هكذاك. سبعه وكنضغطها من الوسط كنضغط عليها من الوسط ندير لها حل يعني باش كنحطيرها. اييه يعني كناخذوا ديك يعني نشرحوا للمستمعات هو انه ملي كنبسطوا ديك الحلوه يعني كويره وكنبسطوها شويه وكناخذوا ديك الغلاقه ديال المناضه ولا اي حاجه عندنا يعني الغلاقه صغيره وكنبقاو كنطبعوا فيها يعني بمجرد ما كنحطوها بحال كترسم واحد نصف دائره كنزيدوا حداها واحد شويه وكندخلوا في هذيك نصف دائره واحد شويه وكنعاودوا نوركوا باش كتجينا بحال واحد التموجات يعني وحده شاده في الاخرى يعني حتى كنكملوا. راه الا بديتوا غير الاولى والثانيه غادي تفهموا التزيين كيفاش كاين. وهي واخا هكاك راه ساهله هي لا ساهله بزاف واللي يعني اللي كيشوفها راه كيتحب بحال شي مرشم شي مرشم فعلا. اييه صافي وكنضغطوا عليها من الوسط وكندخلوها للفران. الفران يكون سخن من قبل عافيه مهيله تطيب على خاطرها تقريبا كدوز واحد الخمسه ديال الدقائق تنعاود نضغط على دوك الحفيرات باش يبقاو لينا هابطين. واخا صافي ملي تنخرجوها تناخذوا تنخليوها حتى كتبرد كناخذوا الشوكولاط الاسود يعني غير العادي كندوبوه وكنديروه في ديك الحفيره الوسط غير داك الوسط وكنوضعوا من الفوق كاوكاو داك الرقيق الاحمر. اييه كنوضعوا من الفوق يكون محمر. اييه كنوضعوا حيده من الفوق صافي كنبقى حتى كنكملهم كاملين تخرج واحد الكميه مهمه تتخرج تقريبا شي 100 حتى 120 حبه تبارك الله. اي مزيان كيجي الشكل ديالها زوين. اييه الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. بارك الله فيك. بارك الله عليك ام هاجر. للاسف غير ما بقاشنا الوقت باش نكملوا باقي الوصفات وكنشكرك على المشاركه ديالك الفعاله واختيارك لهاد الاقتراحات اللي هما ساهلين وبساط ومميزين في نفس الوقت واللي نتمنى ان المستمعات يكونوا سجلوا المقادير والطريقه.
معنا المستمعة ناجية من فاس. ألو ناجية صباح الخير. ألو عليكم السلام. لاباس عليك. لاباس أنا كي دايرة؟ الله يبارك فيك نهار كبير هذا ناجية. الله يبارك فيك أختي كي دايرة؟ الحمد لله بارك الله فيك مرحبا بك. شاركتي بالعديد من الوصفات بشكل مستمر يعني تبارك الله انت بديتي معنا قبل رمضان وانت كتصيفطي الوصفات اليوم يعني اختاريناك انك تشاركي بوصفه من الوصفات قسميها مع المستمعات وتربحي معنا منتوجات متنوعه مهدات من دمتي وايديال ودوزي صاحب القرعه ان شاء الله. ان شاء الله اختي ان شاء الله. الله يبارك فيك مرحبا تفضلي انا جيه باش تبغي تشاركي. عندي حريشات عندي واحد الملاوي كنديرهم في الفران كيجيو رائعين. واخا اللي جا عندي داقهم كيعجبوه. واخا ناخذوا هذوك الرفيقات. اييه ان شاء الله غتشاركي هذو مشاركات مناسبه للكوتي. ان شاء الله اييه تفضلي. عندي الحريشات صغيورين. نبداو بهم. نص كيلو ديال السميده. وكندير فيهم نص كاس ديال الزيت البلديه. اييه. وكندير فيهم خماره ومليحه. اييه. ومعلقه ديال السكر. وملي كنخلط هادشي حتى كنخلطو بالزيت. اييه. كنكون مقطعه ديجا الزيتون طريفات صغيورين. وكيكون عندي الفرماج حيت انا كنعمرهم بعد خطاب الفرماج كيجيو زوينين. الفرماج كتكوني مقطعه طريفات. اييه. ملي كتحرب ليهم بالزيت مزيان حتى كتحرب ليهم كديري معاهم ديك الزيتون مقطع. وتتعمري تحرب لي بالماء حتى كيتجمعوا كتكون جاريه شويه. وكتخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق. كتكون شربات كتهزي كويرات غير صغيورين هكا. وتنعمروهم كنديروا صوص منهم طريف الفرماج كنكوروهم. وتنبرمدوهم في السميده. وتنقرصهم تنديروهم في المقيله كنديروهم في ديك المول ديال الحرشه. وتنديروهم في المقيله. اييه باش كياخذوا شكل واحد حتى كيطيبوا كنبقى نقلب فيهم كنقلب فيهم حتى كيطيبوا. والمليات اللي كندير في الصوصه ما كيجيو رائعين راه ما كاينش اللي ما جاش عندي وما كلاهمش وما عجبوش. كندير لالا نص كيلو ديال الزرع طحين بالزرع ولا الفينو. اييه. ونص كيلو ديال الفوص. كندير معاها لالا جوج معالق ديال الحليب الغبره. كندير معاهم الزيت الروميه شي نص كاس. اييه. ومليحه. وواحد معلقه كبيره السكر ديال السميده. وكندير معاهم الخميره المعجونه. صافي كنعجنهم بالماء كنعجنهم كتكون مزيان المدى. اييه اللي غادي يكفانا باش تجمعينا العجينه ديال الرغيف. اييه كندلكهم مزيان ملي كيدلكوا تنكوروهم تنخليهم يخمروا. يرتاحوا يخمروا. أيه. بعد ما كيخمروا تنكورهم كويرات وتنديرهم ينزلوا. كنطلقهم بالزبده. المهم أيه. بحال ديك الشكل ديال رز القاضي غير انا كنطلق وتنعاود وتنطلق وتنعاود المهم الطويه الاولى والطويه الثانيه فهمتي وكنديرهم بحال أيه. رز القاضي. اييه وانت كتورقيهم بالزبده. اييه الزبده والسميده والفينو. أيه. السميده السميده والخماره راني موتره. لا ماشي مشكل. اييه كديري الزبده مع الخماره وشويه الفينو هو باش كتقرصيهم واش كتورقيهم. اييه باش كنرشهم. أيه. وتنلويهم مزيان حتى كنلويهم بحال رز القاضي. أيه. وتنخليهم يرتاحوا حتى كنكمل كل شيء. كنهز ديك الاولى. اييه نجيب ونترخص ما فيهاش الزيت. وتنفرن نرش فيها الفينو. وتنقرصها في ديك الفينو. اييه وديريكتومون كنفرش الطحين في الطبسيل وتنحشيه في الفران تيجيو هائلين. كيفاش شنو ما سمعتكش هذه شنو هي قلتي لنا ديريكتومون شنو كديري؟ كنقرصهم ديك الساعات كنديرهم في الطبسيل ونحشيهم في الفران. هكذاك كنقرصهم في الطحين وتندادر شويه ديال الطحين في الطبسيل وتنديرهم في الطبسيل ونحشيهم في الفران. هكذا عاودي ترشيه بالطحين. داك الفينو ولا الزرع على حسب اللي درنا في الوجه ديالها. وملي كتقرصيهم وديريهم في الفران كديرهم في الفران كيجيو منفوخين وتيجيو هائلين. وغيجيو رطبين غيجيو رطبين. اي بزاف يعطيك الصحه. انا للسنه والله العظيم الا كيجيو في خير لك. تبارك الله عليك الا ناجيه. الله يعطيك الصحه. يلاه يجازيكم بخير. تبارك الله عليك على المشاركه ديالك بهذا الحريشات وبهذا الرغيفات بهذا الشكل مناسب للكوتي. نتمنى المستمعات يكونوا سجلوهم معنا. نشكرك بزاف على المشاركه ديالك الفعاله في المو...
دابا غادي نمشيو لبعض الاقتراحات اللي غادي نقدم للمستمعات وغادي نبداوها بجوج الانواع ديال التحليه. الاول بالبنان، غادي نحتاجو في المقادير 3 ديال البنانات كبار، جوج ديال الفرماجات مثلتين، معلقه كبيره ديال عصير الحامض، واحد ياغورت بالنكهه ديال البنان، والحلاوه السكر سنيده على حسب الذوق، كيف ممكن تعوضوا بالعسل، يعني كاس ديال المنادى يكون معبور، وغادي نحتاجو الحليب. فبالنسبه لهاد المقادير بالنسبه للطريقه راه سهله. هاد لاموس ديال البنان غادي ناخذو في الخلاط الكهربائي، غادي نطحنو فيه 3 ديال البنانات كبار مع جوج فرماجات مع معلقه كبيره ديال عصير الحامض مع واحد ياغورت بنان مع سنيده على حسب الذوق وكاس ديال المنادى، لكم اختيار المنادى اللي بغيتو، والا المنادى الكحله يعني اختاروا اي منادى اخرى. وغادي نحتاجو غادي نطحنو هادشي كله وغادي نديروه يعني في المجمد حتى كيبرد مزيان، عاد ديك الساعه كنرجعو نطحنو يعني حتى كيبرد لينا وكنرجعو نطحنو باش كيجي بحال الصوبي كيجي رطب، وديك الساعه من الفوق كنزينوه بالشونتيي. ما بغيتوش ديرو يعني المنادى ممكن انكم تعوضوه بالحليب، يعني النوع اللي بغيتو ديال الحليب اولا الحليب مركز غير محلى، وتحليو بالسكر سنيده اولا بالعسل. كيف ممكن انكم ديروا المنادى، كيف ممكن انكم ديروا الحليب سائل عادي، كطحنوا كتحصلوا على واحد لاموس ديال البنان كتجي زوينه بزاف، يعني كتخويو ضروري انكم تدخلوه للمجمد يبرد، من بعد خرجوه وعاودوا طحنوه طحنه ثانيه، وملي طحنوه خويوه في الكؤوس ديال التقديم وزينوا من الفوق، اما باي حاجه بغيتو زينوا مثلا بالشونتي كيجي زوين، ولا يعني يرشوا غير بشويه ديال الشوكولات محكوك اولا الفيرميسيل ديال الشوكولات كنوع من التزيين. بالنسبه للاقتراح الثاني واللي هي لاموس ديال الفريز، غادي نحتاجو في المقادير 3 ديال البنانات، 6 ديال الحبات ديال الفريز يكونوا كبار شويه مقطعين طريفات صغار، وغادي نحتاجو واحد ياغورت بالنكهه ديال الفريز، معلقه كبيره ديال العسل. هادو هما المقادير، 3 ديال البنانات، 6 ديال الحبات ديال الفريز كبار مقطعين طريفات صغار، وواحد ياغورت فريز ومعلقه كبيره ديال العسل. غادي ناخذ الكاس الخلاط الكهربائي، غادي نديروا فيه 3 ديال البنانات مقطعين طريفات مع 6 ديال الحبات ديال الفريز حتى هما مقطعين طريفات صغار، ويكونوا حبات يكونوا كبار، الا كانوا صغار نضاعفوا الكميه نديروا 12 حبه ديال الفريز مقطعه طريفات صغيرين مع 3 ديال البنانات في الكاس الخلاط الكهربائي. وقبل ما نديروهم في الكاس الخلاط الكهربائي، هذاك البنان وهذاك الفريز غادي ندخلو المجمد الكونجيلاتور ونخليوه مزيان حتى كيجمد. البنان راه واخا كيجمد ما كيبقى يعني طايع، ما تيكونش مكونجلي بزاف اللي غادي يصعب علينا اننا نطحنوه في يعني في الكاس ديال الخلاط الكهربائي. فناخذ دوك 3 البنانات ونديروا 6 الحبات ديال الفريز ونديروهم في المجمد ونخليوهم حتى كيجمدوا مزيان، من بعد كنخرجوهم كنديروهم في الكاس الخلاط الكهربائي مقطعين طريفات صغار، وكنطحنوهم مع كاس ديال الياغورت بالنكهه ديال الفريز ومعلقه كبيره ديال العسل، وكنخلطوا هادشي كله مزيان وكنخويو في كؤوس ديال التقديم باشكال مختلفه. الفريز كاين اللي دايروا في المجمد يعني كاين اللي محتفظ به يخرج الكميه اللي بغى وهي مجمده، وبالنسبه لذاك البنان يدخلوا المجمد، يعني راه واخا غير نغسلوه من القشره ديالو نغسلوه مزيان ونديروه في المجمد في الكونجيلاتور، وملي كان يجمد لينا كنخرجوه وكنبداو نحلو ديك القشور ديال البنان. واخا كيخرجوا لنا بزاف ديال الخيوطه ولكن راه ساهل على انه يتحل، احسن ما اننا مهم لكم الاختيار، ولكن من الاحسن نخليه بالقشره ديالو حتى نبغيو انه واخا يكون كونجلي ونحلو بشويه، واخا كيحيد لينا خرج لينا بزاف الخيوطه ولكن كتبقى الحبه ديال البنانه مفرزه. كيف ممكن انكم عرفتوا انكم غديروا هاد لاموس ديال الفخيز، تاخذوا 3 البنانات حيدوا لهم القشره ديالهم تقطعوهم طريفات صغيورين، تاخذوا كذلك الفريز تقطعوا طريفات صغيورين وديروا في بواطه كتسد مزيان ودخلوا للمجمد الكونجيلاتور حتى كيقبط راسو مزيان، عاد ديك الساعه طحنوه مع في الكاس الخلاط الكهربائي طحنوه مع الياغورت ديال الفريز ومع يعني مع العسل، وملي كيطحن هادشي كله كيجي ثقيل وكتخويو في الكؤوس وكيتزينوا بوريده ديال الشونتي من الفوق، وممكن انكم ديروا حبه ديال الفريز كنوع من التزيين. غادي نختم بالكلاص، هذا نوع اخر ديال البولو
اللي تيبغيو الوليدات الاقتراح ديال زكية ام الغاليين حتى هو كيجي زوين وساهل. غادي نحتاجو فيه نص لتر ديال الحليب، معلقه كبيره ديال الكاكاو المر المسوس، ثلاثه المعالق كبار ديال بودره الكريم باتيسيير، مقادير بسيطه وكيخرج لينا كلاص اللي مصايب في الدار. قلنا نص لتر ديال الحليب، معلقه كبيره ديال الكاكاو المر داك المسوس، ثلاثه المعالق كبار ديال كريم باتيسيير، يعني ديك البودره الكريم باتيسيير ثلاثه المعالق كبار منها. هادو هما المقادير. وبالنسبه للطريقه هو انه غادي ناخذوا هاد يعني غادي ناخذوا هاد المكونات اللي ذكرت دابا بثلاثه، يعني مقادير سهله وكنصايبوا بها بولو. يعني قلنا نص لتر ديال الحليب، معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، ثلاثه المعالق كبار ديال بودره الكريم باتيسيير. هادو كلهم غادي نخلطوهم مزيان، نواشف مع بعضياتهم يتخلطوا بودره، يعني حتى يتخلط لينا داك الحليب مع الكاكاو المر مع ثلاثه المعالق كبار ديال بودره الكريم باتيسيير، نخلطوهم غير بالتراب ديال السلك، التراب اليدوي، باش يتخلطوا مزيان. عاد ديك الساعه نديرهم في كاسرونه على عافيه مهيله ونبقاو نحركو، نبقاو نحركو هذاك الخليط حتى يعني كيعقد لينا. ملي تيعقد لينا مباشره كنطفيو عليه العافيه وخارج النار، كنضيفو 100 غرام ديال الشوكولاته الاسود من النوع الجيد، وكنضيفو علبه ديال الياغورت ديال الشوكولاته، وكنخلطو مزيان، ومباشره كنخويو في هذوك القوالب ديال بولو اللي معروفين. ونخليوهم يعني حتى كيدفاو واحد شويه، وعاد ندخلوهم المجمد الكونجيلاتور حتى كيقبطوا راسهم مزيان، وعاد ديك الساعه كنزينوهم. غنعاود لكم هذا بولو غلاس بالنسبه للوليدات مصايب في الدار بمكونات يعني اقتصاديه. نص لتر ديال الحليب، معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، ثلاثه المعالق كبار ديال بودره الكريم باتيسيير. هادو بثلاثه غادي نخلطوهم مزيان، غادي يعني غناخذوا داك نص لتر ديال الحليب في واحد الاناء، نزيدوا عليه معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، نزيدوا عليه ثلاثه المعالق كبار ديال بودره الكريم باتيسيير، هذه ديك الكريم باتيسيير الغبره، وكنخلطوا مزيان حتى هاد المقادير كيدوبوا لنا في داك الحليب، وكنخلطوا غير بالتراب ديال السلك ولا بشي معلقه حتى كنشوفوا هاد المواد يعني دابوا مزيان في داك نص لتر ديال الحليب. عاد كنديروهم في العافيه باش ما يتكورش لينا، ضروري حتى نخلطوه هو بارد في الحليب، عاد كنديروا هاد الخليط كنديروه في كاسرونه على عافيه مهيله، كنخليوه على عافيه مهيله وحنا كنحركوا بالمعلقه ديال الخشب، وحنا كنحركوا حتى كيعقد لينا هاد الخليط. ملي تيعقد لينا الخليط صافي كنطفيو عليه وكنحيدوه من العافيه، خارج العافيه كنزيدوا 100 غرام ديال الشوكولاته الاسود اللي كنكونوا حطيناها قدامنا، وعلبه ديال ياغورت ديال الشوكولات داك الكريمي، علبه ديال ياغورت شوكولات مع 100 غرام ديال الشوكولات اسود. هادو هما جوج مكونات اللي كنزيدوهم على هذاك الخليط اللي طفينا عليه العافيه، يعني خارج النار حتى كنطفيو العافيه، عاد كنزيدو 100 غرام ديال الشوكولات اسود، وهو داك الخليط مازال سخون وبالتالي غادي يذوب لينا داك 100 غرام ديال الشوكولات كحل، وغادي نزيدو علبه ديال ياغورت ديال الشوكولات، وكنخلطو مزيان بطريقه سريعه حتى كيتخلطوا لنا هاد المقادير. مباشره كنخويهم في القوالب ديال البولو هادي، وكندخلوهم نخليهم حتى كيدفاو فوق البوطاجير واحد شويه، عاد ديك الساعه ما كندخلوش شي حاجه سخونه المجمد للثلاجه. من بعد كندخلوهم الكونجيلاتور المجمد حتى كيقبطوا راسهم مزيان، ملي كيقبطوا راسهم مزيان ساعتين ثلاثه ديك الساعه كنخرجوهم، كنحيدوهم من هذاك القالب ديالهم ديال البولو، وكنكونوا وجدنا واحد الكميه ديال الشوكولات الاسود اولا الشوكولات البيض، لانه كاين اللي تيبغي الكلاص القشره ديالو فيها الشوكولات البيض، وكاين اللي تيبغي القشره ديالو فيها الشوكولات الكحل. لكم الاختيار، خذوا كميه ديال الشوكولات البيض اولا كميه ديال الشوكولات الاسود، غادي تذوبوه مزيان وغادي تخلطوا معاه واحد الحفنه ديال اللوز كونكاسي، يعني اللوز محمر كونكاسي راه كيتباع واجد، اولا صايبوه في الدار، اولا كاوكاو خذوا كميه ديال الكاوكاو يعني محمر عند مول الزريعه، حيدوا ليه القشره ديالو وهرمشوه هكا رقيق ما يكونش محمر بزاف، كونكاسي حتى هو، وخلطوا هذاك الشوكولات مع هذاك اللوز اولا مع هذاك الكاوكاو، ومباشره غادي تاخذوا لهذا الخليط يكون واجد يعني ما يكون سخون، لانه الا خرجنا هذاك البولو من المجمد هو بارد، وحطينا في هذيك الكاسرونه اللي فيها الشوكولات مذوب مع اللوز كونكاسي اولا مع كاوكاو كونكاسي، مجرد ما غادي نحطوا راه غادي يذوب لنا البولو، فضروري على انه هذاك الشوكولات خلطنا مع اللوز يكون دافي مزيان، يعني يكون مخلط على اتساع ودافي، باش مجرد ما نخرجوا هذاك البولو هو بارد غادي نديروه في واحد الخليط اللي حتى هو دافي مزيان يعني بارد، ما غاديش يذوبوا لينا، وكنبقاو نغلفوه مزيان، يعني كنهزوا بديك ديك القبطه ديال البولو كنشدو مزيان، واليد الاخرى كنديروا فيها معلقه، وكنبداو نهزوا بداك الخليط
فوق هذاك بولو حتى كيتغلف من واحد الجهه ونقلبوه للجهه الاخرى. من بعد كنديروهم نحطوا واحد الطبسيل نغلفوه يعني بالالومنيوم اولا بلاستيك غذائي ونحطوا فيه هذا البولو كامل يعني بعد ما غلفناه وندخلوه عاوتاني المجمد يعاود يقبط راسه ويتغلف به يعني يشد به هذاك الشوكولات اللي درنا مع اللوز اولا مع باش كيجينا بحال البولو اللي كيتباع لانه حتى هو هذاك اللي كيتباع ب 300 ريال 400 على حسب النكهات اللي بغينا حتى هو تيكون مغلف بالشوكولات اما بيض اولا اولا كحل ومرشوش باللوز كونكاسي اولا كاوكاو. نتمنى تكون وصلتكم الفكره والمزيد ان شاء الله من لي كلاص بانواع مختلفه رفقه المستمعات اللي غادي يشاركوا معنا خلال هذا الاسبوع. هي عجباتني خلي أضفها.
بغيتي تعمل.